شكرا جزيلا للكوتش دالين، وبدنا نروح لسؤال الصفحه واجاباتكم حول استعداداتكم للعيد، وهل انهيتموها ام لازلتم، وانه هذا بالتاكيد بخلينا شوي ننشغل عن العباده والطاعات في العشر الاواخر. خلينا نشوف بعض تعليقاتكم واجاباتكم على الشاشه. نبدا ب نادر العسالي، يسعد أوقاتك يا نادر، بيقول كل إشي بنتهي إلا تحضيرات العيد، لن ننتهي إلا بإعداد القهوة السادة صباحا بعد يعني صلاة العيد. والله صدقت بس نعم لو ما بتنتهي بنضلنا شغالين أبدا. بالضبط. طيب رانيا رجب بتقول للأسف لم ننتهي بعد، الأمور تحت السيطرة إن شاء الله، وقت العبادة وأوقات أخرى لممارسة الحياة ومشاغلها إن شاء الله. الله يوفقك ما شاء الله عنك يا رانيا. نور الهدى بتقول أنا بنعجق بالعشر الأواخر الله المستعان، مع أني ما بحب أبدا أطلع أتسوق بالعشر الأواخر، بس مش بإيدنا لحتى تنزل الرواتب، وكان في امتحانات عند الأولاد، نسأل الله أنه يكتب لنا أجر ويغفر لنا تقصيرنا. نعم. يا رب آمين. فعلا هو مرات يمكن الحياة تحتاج منا للأسف أن يمكن نغوص فيها. صحيح. دعاء صحيح. تأخذنا تفاصيلها، لكن نحاول إنه ما تأخذنا الغفلة. صحيح يا رب. صحيح. والله يخلي لك الأولاد وتشتري لهم الأواعي الحلوة يا ربي، وكل عام أنتم بخير. مؤمنة شبانة بتقول قد ما بنحاول ننهي تجهيزات العيد قبل العشر الأواخر، بتضل بعض التجهيزات والأمور اللي ما بيزبط نعملها أو حتى ما بنتذكرها إلا بآخر يومين ثلاثة، مثلا المعمول اللي ممكن يخلص قبل العيد إذا بكرنا فيه. والله صدقتي إذا عملناها الأيام حيخلص. خلص طبعا. نعم. كل عام أنت بخير يا مؤمنة. نشوف كمان رسالة، في كمان رسائل. مي شبانة، نعم، بتقول يعطيكم العافية، الملابس ممكن نجيبها قبل رمضان، يعني بس بدك مين اللي عامل هم قبل رمضان يا مي، لكن الحلويات وكعك العيد قبل العيد بيومين، وبهيك برتاح كتير من اللف بالأسواق والبحث عن ملابس العيد اللي بتاخد منا وقت وجهد، وهذا كله حرام يكون على حساب عبادتنا ووقتنا الثمين بالشهر الفضيل. فعلا يعني أنا بدي أشكرها لمي إنه هي مثلا خلص قبل رمضان تذكرت إنه في عيد. صحيح. وأنا الملابس أرخص والله يا رانيا. فعلا ما بتكون يعني غنيانة هلا. نحن بنتفاجئ انه في عيد باخر كم من يوم بالعشر الاواخر ومنتهيش للاسف. دعاء صغير صديقه البرنامج الدائمه بتقول الحمد لله انهيت التنظيف والمشتريات ونتفرغ للعباده فقط في العشر الاواخر، وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا دعاء، بس مع هالغبره والتراب حتعيد التنظيف، والله يعطيك العافيه. الله يكون بعونها. إيمان جابر بتقول الحمد لله، شغل طول النهار وعبادة بالليل، ولسه ما أنجزنا أي عمل أو تحضير للعيد. الله المستعان يا إيمان، وإن شاء الله دائما إنوي أعمالك كلها طول النهار وطول الليل لله عز وجل وتؤجري، وإن شاء الله شوي 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 مع تنظيم الوقت بتنجزي أمور العيد بإذن الله. إن شاء الله. الله يعطيك العافية. أنا متأكدة الصبايا كلهم نشيطين ومعدلين. أكيد. مرام عابدين بتقول أول شيء عبادة بعد الدوام، كعك العيد ما بنعمل، أواعي عيد مش ناوية أشتري. الله يعطيك العافية. ما هو كعك العيد بالضبط أمورها. خلص. ما شاء الله عندك صريحة بعدين شطورة. يمكن كعك العيد بيشتروه وأواعي موجود والحمد لله. خلص نعم. تمام. الله يكرمك. كل عام وأنت بخير. منى صالح، شو منى صالح بتحكي لنا؟ خلينا نشوف مع بعض يا منى. بتقول مشاعر كتير بتكون بالعشر الأواخر، فرحة النفس بنفحاتها وبهجة الروح ببركة لياليها، والحزن باستعجالها وضياع اغتنامها بكل ما فيها، والتعب من ضغط الوقت فيها بين السهر سهر القيام وإدراك يومك بالدوام وترتيب كل المهام، خاصة من شغل الكعك اللي ما بيكمل عندي العيد إلا بريحة الفرن ما أحلاها. طبعا فتحتي نفسنا يا جد، يعني لما تقولي ريحة الفرن والكعك على طول واحد بنفتح نفسه. بتقول العشر الأواخر من رمضان رزق الله، رزق الله للعبد. نعم. سبحان الله. يا رب لا تحرمنا فضلك فيها يا رب العالمين يا رب. بسوء ما عنا اللهم آمين يا منى، كانت معنا. نعم. طيب رفيدة أبو الشيخ، السلام عليكم، أولا العبادة وختم القرآن قبل ليلة القدر، ثم شراء ملابس العيد وعمل حلويات العيد من معمول وشراء الحلو والقهوة وتنظيف البيت
استعدادا لقدوم العيد بكل فرح، وكل عام وانتم بخير. اللهم تقبل منا صيام هذا الشهر، اللهم امين يا رفيده، وكل عام وانت بالف خير، وربنا يتقبل منك الطاعات ويعينك على الاعمال يا رب. امين. هيك بيكون خلصوا مسجاتنا ولا في عنا لسه مسجات؟ نعم. يعني هاي كانت اخر رساله. بنشكر تفاعلهم متابعينا الكرام، بنشكر تفاعلكم ومشاركاتكم الرائعه، يعني دائما بتنورنا وبتزهر الصفحه، صفحه بيتكم عامر بهذه المشاركات. نعم. يعني سبحان الله، بين قيام الليل وتجهيزات العيد وتعزيل البيت هكذا تنقضي الاوقات، وان شاء الله كله يؤجر عليه. نعم. باذن الله. هذا التعب اللذيذ انا بقول الجميل. يعني إحنا صفحتنا الآن أمام المشاهدين على الشاشة حتى يعملونا لايك ومتابعة للصفحة ويتعرفوا عليها عشان نتواصل معكم من خلال الصفحة. إحنا ما يعني أتوقع انتهى وقت البرنامج، لكن سريعا، الجميل إنه هذه الليالي الأجر فيها والطاعات ليلية. نعم. أكثر منها نهارية، يعني بالنهار صيام صحيح وفي أجر ومتحصل، لكن العشر الأواخر هي القيام، نجتهد ليلا إن نعم. شاء الله. فكل أعمالنا بالنهار تنظيف، ونستعين هيك بحد، يعني مكاتب الخدمات كثيرة واللي بيقدروا يساعدونا، الشغالات موجودين، نستعين فيهم بالنهار نخلص، وبالليل نرتاح شوي بعدين نواصل طاعاتنا وعباداتنا. ولا راحة في الحياة أصلا، هي الراحة فقط في الجنة سبحان إن شاء الله رزقنا الله. يمكن لما يشعر الشخص أنه كل عمل وكل خطوة عم يؤجر عليها هذا الذي يريحه. صحيح. ويشعر بلذتها خصوصا. صح. يعني بعد انقضاء الشهر ونيل الجائزة وهو عيد الفطر. نعم. السعيد، كما تنقضي الأيام سريعا تنقضي الأوقات سريعا، وانقضى وقت حلقتنا لليوم. مشاهدينا بدنا نودعكم ونلتقيكم غدا بحلقة جديدة وموضوع جديد، نتمنى أن تكون حلقتنا نالت إعجابكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إلى اللقاء.